بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء من كل مكان مع موعد مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة. زي ما احنا متعودين ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. استعد نصور قرطاج لمواجهة مهمة وقوية تجمع بينه وبين منتخب موريتانيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات. أعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة الفريق المستدعى لخوض مباراتي موريتانيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وضمت القائمة 26 لاعب على رأسهم علي معلول وسيف الدين الجزيري وحمزة المسلوسي وفخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى فرجاني ساسي. ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه زامبيا وغينيا الاستوائية في المركز الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط. بالنسبة لموعد مباراة تونس موريتانيا، تقام المباراة بمشيئة الله اليوم الخميس الموافق 7/10/2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فأعلنت قناة 218 الليبية عن إذاعة مباريات منتخب تونس في تصفيات أفريقيا. ما تنساش في نهاية الفيديو تكتب توقعك لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، وان شاء الله صاحب التوقع الصح هننشر اسمه في الفيديو القادم. اتمنى لكم ان شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.